السلام عليكم أخواتي في الله، كيف حالكم؟ إن شاء الله راكم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اليوم بإذن الله عدنا درس آخر وهو الأخير في أحكام التجويد للقرآن الكريم، وهو مذهب ورش في ياءات الزوائد. ياءات الزوائد خطرة اللي فاتت شفنا في ياءات الإضافة، دروك غادي نشوفوا ياءات الزوائد. ما هي الياء الزائدة؟ تعريف بالياء الزائدة هي الياء المتطرفة التي ليست في رسم المصحف، يعني تتبث وصلا وتسقط وقفا، تتبث وصلا وتسقط وقفا، تكون إما لام الكلمة أو ياء المتكلم، وتكون في الأسماء نحو أو مثال الداع والأفعال مثل يسري دون حروف. الحروف ما فيهاش، فيها كان في الأسماء وفي الأفعال. الياءات الزوائد كان غير في الأفعال أو في الأسماء، عكس الياءات الإضافة. الياءات الإضافة كان تدخل على الأسماء والأفعال والحروف، أما ياءات الزوائد تدخل غير على الأفعال والأسماء وما تدخلش على الحروف. والعرب تعامل هذه الياء إحدى معاملتين، أحيانا يثبتونها وأحيانا يحذفونها، وللقراء في ياءات الزوائد في القرآن الكريم هذان المذهبان. هذا فيما يخص العرب، قال لك كي تتعامل مع هذه الياء، ياءات الزوائد كي تتعامل، عندها معاملتين، أحيانا يثبتونها وأحيانا يحذفونها. وقال لك وعدد الياءات التي يثبتها ورش وصلا ويحذفها وقف 47 ياء. قاع في القرآن الكريم عدد الياءات التي يثبتها ورش رحمه الله وصلا ويحذفها وقفا، عندنا 47 ياء في القرآن الكريم. عندما نقرأ في القرآن الكريم، وهذا ينطبق على رواية ورش وعلى غيرها من الروايات، ويمر علينا ياء زائدة، فإن كان بعدها حرف متحرك غير همزة قطع نمدها بمقدار حركتين مدا طبيعيا. فإن كان بعدها حرف متحرك غير همزة قطع نمدها بمقدار حركتين، يعني مدا طبيعيا. هذا في رواية ورش، هذا الكلام ينطبق في رواية ورش أو كل الروايات. غادي نعطيكم مثال، يوم يأتي لا تكلم نفس، يوم يأتي، أو بالورش يوم يأتي. إن شاء الله تكون تبان لكم الياء الزائدة، الرسم تاعها غير كي الشرطة هكا، هادي الشرطة هنا، شوف يسري، الشرطة هنا داعي، هادي هي ياء الزائدة، يعني ياء متطرفة ليست في رسم المصحف، مشي مرسومة، هادي هي الياء الزائدة. وهنا عدنا وإن كان بعدها همزة قطع نمدها بمقدار 6 حركات من قبيل المنفصل، مثل لئن أخرتني إلى أجل مسمى، لئن أخرتني هنايا نمدها 6 حركات،
كي نقروها ولئن أخرتني إلى وإن أخ و وإن أخ لئن أخرتني إلى هنايا نمدوها 6 حركات. هنايا شقلنا الحرف، فإذا كان بعدها حرف متحرك غير همزة قطع نمدها حركتين، وإن كان بعدها همزة قطع نمدها 6 حركات. 6 حركات يعني كي تجي موراها همزة قطع نمدها 6 حركات، وكي تكون حرف متحرك غير همزة قطع نمدها حركتين. هذا فيما يخص هنا الياءات الزوائد. وهنا قال لك عندنا التنبيه، اما الياءات التي حذفت من المصحف فتحذف وصلا ووقفا على المقتضي الرسم او على مقتضى الرسم، مثل فبشر عبادي الذين. فبشر عبادي الذين هنا مكاش هنا محذوفة، فاتقون هنا فاتقون ما فيهاش ديك الله ان شاء الله يتبان لكم فاتقون، وهنايا فبشر عباد فبشر عبادي عبادي الذين ما فيش ديك الشرطة الياء المتطرفة نسموها ما مشي مرسومة في المصحف. هذا بالنسبة لي مذهب ورش في ياءات الزوائد. يعني هذه المعلومات كاع اللي قلناها يكفي للقارئة العادية المبتدئة التي تريد أن تقرأ القرآن برواية ورش أو بغيره من الروايات بالنسبة لهذا الموضوع، زعما عادي اللي صحاب الورش وصحاب الحفص يقروا بها هادو باينين. وهذا آخر درس، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رانا كملنا أحكام التجويد للقرآن الكريم. إن شاء الله يكون في ميزان حسناتي، إن شاء الله ميزان حسنات أبي رحمه الله تعالى، وميزان حسنات والدة زوجي رحمها الله، وأعمامي وأجدادي وكل من له حق علي. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله صدقة جارية لي ولكل من تابعتني ولكل من دعمتني لوجه الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما تنساش خواتاتنا في الله، ادعونا بدعوة الخير، ما قري ما تعرفوني ما نعرفكم، مشتوني مشتكم، نتمنى ان شاء الله تدعوا لي بدعوة الخير. وانا بدوري انا تاني راني ندعو كل اخت راح تطلب مني، لابغى ما رجعت لهاش كتابيا، بصح راني رجع في قلبي ورجع عليها بالدعاء اللي طلبته مني. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. واعتذر مرة اخرى الى اصدر مني كاش خاطئ ولا فهذا من الشيطان، ولا اصدر مني كاش هفوة ولا ما لقيتش غاية ولا ما درتكمش الدرس مليح ولا اعذروني حبيباتي، راني في مرحلة راكم عارفين مرحلة الحمل، والله يسلك وحيلي كما يقولوا، يسلك وحيل كل اخت راها بالحمل، وعقب لكل زوجين ربي يرزقهما بالذرية الصالحة عاجلا غير آجل التي تعبد الله وتوحده. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم.